والسلام عليكم ويوم جديد، اهلا وسهلا بكم اخواني الاعزاء. مثل ما تشوفون عدنا هاي الوجبة فقست ما شاء الله تبارك الله، وراح ننقلها بالحاضنة مثل ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله. شوفوا لي هاي طبعا بيضات لبوني، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا مو كل البيض، اكو بيض ما طلع بيني ان الرطوبة شوية صار عندي خلل بيها، فمو كل البيض طلع، يعني نسبة قليلة اللي ما طلعت. هاي بيضتين هنا أنا ما طالعين، شوفوا لي هذا، شوفوا لي هاي ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هاي، هاي أفراخ لبوني ما شاء الله تبارك الله. فراح ننقلهم وين؟ ونعطيهم نعطيهم ماء وشكر اول يوم، وبعدين ان شاء الله نعطيهم لقاح التهاب الصرة، ونعطيهم ان شاء الله العلف. فحضرنا لهم الحاضنة ان شاء الله وراح ننقلهم، فابقوا ويانا. طلع وياكم السلة الثانية، افراخ بالصناقير ما شاء الله تبارك الله، شوفوا لي اياهم يا ما شاء الله تبارك الله. نسد الباب وشوف هنا ايش قد عندنا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا لي هاي البيضة ما بعتي ما فقست، وهاي كذلك، وهاي 3 بيضات مثل ما تشوفون، والباقي ما شاء الله مفقس مثل ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا اخر واحد طالع، شوف شوفوا ما شاء الله تبارك الله. فابقوا ان شاء الله راح ننقلهم للحاضنة مالتهم. أنا حضرنا هاي الحاضنة، طبعا هاي شوية أدفة لأنهم أول يوم طلعوا عندنا، وخلينا لهم هذا الماي والشكر أول يوم نعطيهم، وبعدين نبدله. وهاي التدفئة إذا صار شوية بارد نخلي لهم قلوب الثاني. فابقوا أنا راح نحول الكتاكيت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وهذا أول كتكوت، وهذول اخوانه ما شاء الله تبارك الله. طبعا هسه راح يروحون للدفو مالتهم للقلوب يدفون. يا الله، طبعا دول طلعوا عندنا 11 من عندنا 16 بيضة فحصناها بيها فرخ، بس الباقيات الرطوبة شوية كانت قليلة واكو بيهم ما طلعوا. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا اليوم ايش قد حلوين. هذا ابن لبوني، وهذا ابن بالصناقر، شوف هذا ابن بالصناقر شوفه ما شاء الله تبارك الله.